خليني اروح معاك برضو يا محمد، يعني انا هسالك نفس السؤال بس على سكيل اصغر كبطل بقى، ايه اللي انت محتاجه دلوقتي علشان التاهل ان شاء الله اولمبياد باريس؟ يعني ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي كنت محتاجه في طوكيو 2024؟ يعني خلينا نعرف منك. الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت كانت احسن كتير، يعني سواء الدعم اللي كان من الاتحاد او من النادي الاهلي بصراحه كان كويس جدا، ويعني مش عايز ان هو غير ان هو يستمر، يعني ده انا حاسه لحد باريس يعني. ويكون يعني ان شاء الله التوفيق معانا، يعني ان هو الدنيا كانت ماشيه حلو جدا لحد طوكيو، بس الاصابه كانت صعبه شويه، فان شاء الله ما تتكررش تاني وانا رايح باريس يعني، والدنيا تبقى ماشيه احسن بتوفيق احسن ان شاء الله يعني. طب لو انا اتكلمت معاك شويه على شق مختلف، مش بس اللي هو التاهيل الفني او البدني، لا الشق النفسي، لان خلي بالك من حاجه، اللي بيكون بطل رياضي في اي رياضه راجع من اصابه، راجع من خساره، عدم تاهيل، كل الحاجات دي برضو بتاثر، احنا بشر، ففي الاول وفي الاخر انت بتبقى محتاج اعاده تاهيل علشان تقدر تخش بروح جديده بنفس العزيمه بثقه مره تانية في النفس. هل في حد مختص بالملف ده ولا الموضوع يعني ذاتي او حد من الاسره او غيره؟ انا بحس ان يعني بتكلم مع الكابتن اكتر، يعني هو حتى لما حصل اصابه يعني كان الدكتور قال لي يعني بنسبه كبيره ممكن يبقى فيها جراحه وممكن ما تلعبش الاولمبياد. طب يعني فانا فضلت انا والكابتن ماسكين في النسبه اللي هي صغيره جدا ان احنا نلعب برضه، يعني عايزين نلعب باي طريقه، وفضلنا حتى بقيه الموسم بنهيئ نفسنا ان احنا هحاول افضل رابط رجليا جدا واخد مثلا مسكن وادلك مثلا على خفيف، اعمل اي حاجه بحيث ان انا العب، انا كنت عايز العب باي طريقه، انا عايز اخد التجربه عشان حتى لو في باريس ان شاء الله ابقى جربت الموضوع يعني. فكملت الموسم عادي جدا وانا رابط رجليا وجيت على نفسي لحد ما لعبت يعني. طب ده ما كانش غلط يعني، انا عايز اروح معاك بصراحه، هل ده الضغط برضو عليك وعلى ايدك ده كان غلط ولا الموضوع كان تمام يعني انت اتاكدت؟ هي كانت على كانت في رجلي، كانت عفوا في رجلي، كانت في رجلي، بس هو كان غلط، هو كان غلط يعني، او في ريسك اكتر، هو مش غلط اكتر بالزبط. بس انا كنت يعني كنت رابط رجليا كويس. بس هو الريسك كان عالي، بس في نفس الوقت كنت يعني زي مستمد كده عايز العب عايز العب طوكيو باي طريقه يعني، كنت اللي هو كان حلم عملته وتاهلت ليه، فما كنتش عايز اسيبه بسهوله كده وما العبش، حتى العب حتى مش هلعب بكفاءه عاليه، بس العب واخد التجربه بحيث ان انا رايح باريس انا يعني رايح بثقه اكبر يعني. لو سالتك على اللعبه دي تحديدا، مين مثلك الاعلى؟ مين افضل لاعب في العالم في العاب القوى تحديدا؟ هو اصلا افضل لاعب في العالم يعني، لعب في اولمبياد، هو اصلا كسر رقم العالم السنه اللي فاتت يعني، راين كراوزر من امريكا يعني. ده طبعا اعتقد هو دلوقتي يعني هو ده التوب بالنسبه لاي لعيب موجود حاليا يعني، فارقامه قويه جدا.